نقيب المحامين يعلن دعمه وتأييده لمبادرات رئيس الجمهورية اتجاه القضية الفلسطينية. نقيب المحامين يصدر تنبيهاً بشأن اكتشاف شهادات ثانوية عامة مزورة بطلبات القيد في الجدول العام. نقيب المحامين يكلف فاطمة الزهراء بالحضور في قضية قتل الزميل حسن خضر بقطور. وقفة على سلالم نقابة المحامين تضامناً مع الشعب الفلسطيني. فرعية كفر الشيخ تكرم حملة الماجستير والدكتوراه الأول من يونيو. بسبب شكاوى الأعضاء جنوب الشرقية توقف التعامل مع معامل تحاليل البرج. نقابة بنها تتواصل إلى اتفاق مع صحة القليوبية لحجز لقاحات كورونا للمحامين. لتحسين مستوى الخدمة شمال الجيزة تقرر تجهيز مقر اللجنة النقابية للمحامين بكرداسة. افتتاح مقر استراحة محامي إمبابة عقب تجديدها. اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تقرر الاستمرار في تطبيق القرارات السابقة حتى نهاية مايو. المحامين العرب ينادي بتدخل عربي ودولي لوقف إطلاق النار، ويشيد بالإرادة الفلسطينية التي تقاوم من أجل قضيتها العادلة.